يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم يسالك اصحابك ايها النبي اي شيء ينفقون من اصناف اموالهم تقربا الى الله تعالى وعلى من ينفقون قل لهم أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، واجعلوا نفقتكم للوالدين والأقربين من أهلكم وذوي أرحامكم، واليتامى والفقراء، والمسافر المحتاج الذي بعد عن أهله وماله، وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم.